بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو هنكمل مع بعض آخر شابتر في منهج النقل. آخر شابتر بيتكلم عن تقسيم الرحلات على المساوئ المتاحة، اللي هو التريب أساينمنت. يعني إيه؟ مبدئيا كده إحنا في النقل اتكلمنا على 4 خطوات مهمة جدا عشان تعمل تخطيط للنقل لأي منطقة. قلنا لو عندي منطقة معينة، كنا أول خطوة بنحسب لها إجمالي الرحلات المتولدة من المنطقة، اللي هو التريب جنريشن. بعد كده الرحلات المتولدة اللي خارجة دي رايحة فين؟ كانت بتروح مثلا منطقة معينة أو منطقة تانية أو منطقة تالتة، فأنا ده كنت بسميه توزيع الرحلات على المناطق المختلفة. بعد كده الرحلات اللي خارجة دي كانت ماشية بأنهي عربية، فكنت بقول حاجة اسمها المودال سبليت أو مودال تشويس، اللي هي توزيع الرحلات على وسائل النقل المختلفة بناء على المنفعة بتاعت كل شخص، تمام. وآخر حاجة عندي اللي هي توزيع الرحلات أو تقسيم الرحلات على المسارات المتاحة. يعني إيه؟ يعني انا عندي منطقتين، منطقه مثلا A ومنطقه B، تمام. عندي هنا مسار اول او طريق اول، وعندي طريق تاني وعندي طريق تاني، تمام. العربيات هتمشي في انهي طريق من الثلاثه، تمام. فالدرس هنا بعد هنشوف مع بعض، او الشابتر ده هنشوف مع بعض ازاي هنقدر نختار انهي مسار من الثلاثه، تمام، او العربيات هتمشي على انهي مسار من الثلاثه وبناء على ايه، تمام. تعال نشوف مع بعض. اول حاجه شويه نظري كده بيتكلم عن تخصيص الرحلات او تريب اساينمنت. ليه بعمل تخصيص رحلات؟ قال لي عشان حاجتين. لو انا عندي مدينه قائمه، فانا بقيم قدره الشبكه على تحمل حجم الرحلات. يعني انا عندي منطقه قائمه، منطقتين مثلا بينهم كذا وصله، فانا بقيم كل وصله من الثلاثه هتقدر تشيل عدد رحلات قد ايه، تمام. طيب لو انا عندي بصمم مدينه جديده، تمام، فانا بحط تخيل او تصور للشبكه، شبكه الطرق او شبكه النقل بتاعتي، عشان اعرف انهي مسار او افضل مسار بين كل منطقه والتانية في الشبكه دي، تمام كده. ده كده بالنسبه لاهداف تخصيص الرحلات. طيب عشان اعمل تخصيص الرحلات لازم اكون عارف ايه؟ انا لازم اكون عارف مجموعه من البيانات. اول حاجه عندي حاجه اسمها تفصيلات الشبكه، يعني اسم الشبكه او اسم الوصله، طول الوصلة، زمن الحركة على الوصلة، تمام. السرعة الحرة على كل وصلة، السرعة الحرة يعني لو عندي طريق العربية فيه بتتحرك بحرية تامة، مفيش أي إعاقة للعربية، مفيش أي إعاقة للعربية على الطريق، أو معناها إن حجم المرور قليل جدا فالعربية بتتحرك براحتها، اسمها السرعة الحرة. كذلك حاجة اسمها الزمن الحر، بيجي من السرعة الحرة. الزمن الحر هو الزمن اللازم عشان العربية تقطع مسافة معينة بدون اي تاثير عليها، او حجم المرور على الطريق قليل جدا، يكاد يكون منعدم، عشان كده العربيه بتتحرك بحريتها. الساعه المروريه اللي هو الطريق ده ياخد كام عربيه مثلا في الساعه. تكلفه النقل، تكلفه النقل عشان العربيه تتحرك من مكان لمكان. اتجاه الحركه، تمام. دي شويه بيانات لازم تكون عارفها عشان تقدر تعمل تخصيص للرحلات على كل وصله او على كل طريق. طيب الشخص اللي راكب السيارة ده بيفضل المسار أو بيفضل الطريق ده عن الطريق التاني بناء عليه؟ قال لي بناء على المعلومات الآتية. أول حاجة بيختار المسار أو الطريق اللي بيعمل له زمن رحلة قصير، مسافة الرحلة تكون صغيرة، تكلفة الرحلة تكون قليلة، لا يوجد ازدحام على الطريق، الطريق اللي هيختاره ما يكونش عليه ازدحام، وجود خدمات على الطريق اللي هيختاره زي الصراحات، محطات الوقود وغيرها، تمام. يبقى الشخص اللي بيختار المسار او بيختار الطريق بين منطقة وتانية اللي هو بيتحرك بينهم بناء على زمن الرحلة، مسافة الرحلة، تكلفة الرحلة، مفيش ازدحام ولا لا على الطريق، وجود خدمات على الطريق. قبل ما ندخل في طرق تخصيص الرحلات، في بعض التعريفات الهامة لا هستخدمها معايا. اول حاجة متوسط مشغولية السيارة. يعني ايه متوسط مشغولية السيارة؟ يعني السيارة دي بتاخد كام راكب؟ السيارة دي بتاخد 5 ركاب يبقى دي المشغولية بتاعتها. السيارة دي تاخد 10 ركاب يبقى دي المشغولية بتاعتها. هتفيدني في ايه؟ هتفيدني في حاجة. لو هو قال لك ان الطريق ده عليه مثلا 10,000 رحلة شخص، تمام؟ 10,000 رحلة شخص، تمام كده. وقال لك انا عاوز الرحلات دي بالمركبة، عاوز عدد المركبات اللي ماشية على الطريق اللي هم عملوا ال10,000 رحلة دول، تمام؟ اقول لك والله ان المركبة دي تعمل مثلا مركبة أتوبيس، الأتوبيس دي مثلا المشغولية بتاعتها 10 ركاب، تمام؟
فقال لك عدد الرحلات للسيارة بوحدة العربة باليوم أو مركبة على اليوم هتساوي عدد الرحلات بتاعت الشخص اللي هو 10,000 مثلا، تمام، على متوسط مشغولية السيارة اللي هما نقلت ال 10,000 دول اللي هما كام وليكن 10، هيديني كام؟ هيديني 1000 رحلة شخص، 1000 رحلة مركبة في اليوم أو 1000 مركبة على اليوم. ده كده بالنسبة لمتوسط مشغولية السيارة. تاني حاجة اللي هو الشجرة، اللي هو حاجة اسمها تري. التري ده المسار اللي بيديك أقل زمن للانتقال، يعني لو عندي منطقة أو التانية بينهم كذا مسار، تمام، أقل مسار هيديك أقل زمن، تمام، المسار ده بسميه تري، تمام. بعد كده حاجة اسمها السرعة الحرة. قلنا السرعة الحرة ده السرعة على الطريق لما يكون حجم المرور عندي قليل جدا يكاد يكون بصفر، تمام، فبالتالي العربية بتتحرك بحريتها بالسرعة اللي هي عايزاها، بسميه السرعة الحرة، تمام. بعد كده حاجة اسمها ترقيم الشبكة. الشبكة اللي هي شبكة الطرق، يعني عندي كذا منطقة بينهم كذا ايه كذا طريق، نفس الشكل ده كده، عندي مثلا منطقة واحد، منطقة اتنين، منطقة تلاتة، منطقة أربعة، خمسة، ستة، دي مناطق بين كل منطقة والتانية طريق، تمام. المنطقة دي بسميها نودز، تمام، اللي هي عقد يعني، تمام، ليها بداية وليها نهاية، تمام. العقدة دي عشان توصل من عقدة لعقدة أو من منطقة لمنطقة بتوصل حاجة اسمها لينك، واصلة. يبقى الحاجة اللي بتوصل بين منطقة للتانية بسميه واصلة، تمام، اللي هو اللينك. اللينك ده بسميه من بدايته لنهايته، يعني ايه؟ يعني أنا عندي ده منطقة واحد وده منطقة اتنين، بينهم ايه؟ بينهم طريق أو الوصلة دي، بسميها لينك واحد اتنين، تمام. طيب لو كان الطريق جاي مثلا من اتنين لواحد يبقى لينك اتنين لواحد، هنا لينك من ايه؟ من اتنين لتلاتة، دي اتنين، لينك من اتنين لتلاتة، ده من اتنين لأربعة، العكس يبقى 4 على 2، ده لينك من 4 ل 6، العكس من 6 ل 4، ده على حسب الطريق اللي انت ايه اللي انت شغال عليه، ده بسميه ايه. اخر حاجه اللي هو الزمن الحر. قلنا الزمن الحر ده مرتبط بحاجه اسمها ايه؟ السرعه الحره. يعني ايه الزمن الحر؟ عندي طريق حجم المرور عليه يكاد يكون بصفر منعدم، يعني العربيه بتتحرك على حريتها على الطريق، تمام، واحسب الزمن هتقطع العربية الطريق ده من بدايته لنهايته، ده بسميه الزمن الحر. مفيش أي عقل للعربية، العربية بتتحرك بحريتها من بداية الطريق لنهاية الطريق، تمام، بأقصى سرعة عليها، بسميه هنا إيه؟ بسميه الزمن الحر، تمام. طيب بعد ما عرفنا شوية التعريفات دي، تعالى نشوف مع بعض الطرق اللي إحنا هنستخدمها في تخصيص الرحلات. قال أنا عندي 6 طرق، طريقة الكل أو لا شيء، طريقة تقييد الساعة، طريقة التخصيص التدريجي، طريقة الاتزان على الشبكة، منحنيات التحويل، طريقة الاحتمال. قال لي ال6 طرق دول الدكتور شرح منهم 3 طرق بس، اللي هو طريقة الكل أو لا شيء، طريقة تقييد الساعة، طريقة التخصيص التدريجي، ودول أنت مطالب بيهم في الامتحان، 3 طرق دول، تمام. تعالى قبل ما ندخل في الطرق دي، الطرق دي مبنية على إيه؟ أو فكرتها مبنية، قال لي مبنية على 3 حاجات مهمين جدا. أول حاجة حجم المرور، يعني عدد الرحلات او عدد المركبات اللي هتتحرك بين منطقة والتانية، اول حاجة. تاني حاجة عندي زمن الرحلة، الزمن بتاعي سواء زمن حر او زمن الانتقال. يعني ايه زمن الانتقال؟ يعني احنا قلنا الزمن الحر العربية بتتحرك بحريتها، طيب لو في عدد عربيات كبيرة على الطريق فالعربية هتقطع هنا الزمن ده بزمن اكبر، فده بسميه زمن انتقال، تمام. العربية انتقلت من مكان لمكان في وجود عدد كبير من العربيات، يعني العربية مش واخدة حريات على الطريق، هنا بسميه زمن انتقال، تمام. تالت حاجة عندي اللي هو ساعة الوصل، كباستي، تمام. التلاتة دول لازم أكون عارفهم عشان أقدر أعمل تخصيص للرحلات على الطريق بتاعي، تمام. تعالوا نشوف مع بعض طريقة طريقة، وال3 طرق مهمين جدا، وال3 طرق مرتبطين ببعض، فبالتالي لازم يتذاكر ال3 طرق، تمام. اول طريقه عندي يمكن هي اسهل طريقه، طريقه الكل او لا شيء، هي all or nothing. اشمعنى سميناها بالمسمى ده؟ ليه؟ لان لو عندي منطقتين قلنا بينهم مثلا اكتر من مسار، وعندي وليكن 1000 عربيه هيتحركوا من المنطقه دي، منطقه مثلا منطقه A الى المنطقه B، تمام. قال لي هتشوف المسار اللي هيديك اقل زمن، خلي بالك ازاي هنا هنستخدم الزمن الحر،
في الطريق دي هنستخدم الزمن الحر، تمام؟ هنشوف المسار اللي هيديك اقل من اقل زمن، وليكن المسار ده، تمام؟ وليكن ده مثلا كان 4 دقايق، ده 5 دقايق، ده 6 دقايق، يبقى انا هختار المسار اللي فوق اللي هيديني اقل زمن. يبقى الالف التوتال كله، الاول كله يعني حجم العربيات الكلي، الالف كلهم هيمشوا في الايه، في الوصله دي كده، تمام؟ يبقى انا هختار المسار اللي هيديني اقل زمن، ويبقى حجم المرور الكلي بين الوصلتين دي او بين المنطقتين دول هيمشي في الوصله دي بس، والوصلتين التانيين هنا صفر هنا صفر. طيب امتى احط هنا؟ لو لقيت مثلا ده كان 4 دقايق، ولقيت مثلا الوصله التانيه دي 4 ودي 6، فين اقل زمن؟ عندي هنا وصلتين اقل زمن، الوصله دي والوصله دي، هعمل ايه؟ قال لك ال1000 عربيه دول هتقسمهم على الوصلتين، 500 هيمشوا هنا و500 هيمشوا هنا. طيب لقيت مثلا ال3 وصلات 4 مني، يعني عندي الوصلة دي هيمشوا في 4، دي هنا في 4، هنا في 4، هعمل ايه؟ قال لك ال1000 دول هيتقسموا على ال3 وصلات، تمام؟ يبقى 1000 هنا على الثلاثة، وال1000 هنا على الثلاثة، وال1000 هنا على ايه؟ على الثلاثة. طب لو عندي 4 وصلات وكلهم نفس الزمن، ال1000 دول هيتقسموا على ال4 وصلات. طيب لو لقيت بس وصلة واحدة وهي الأقل زمن، ال1000 كلهم هيمشوا في الوصلة دي بس، فكده بسميها طريقة الكل أو لا شيء، تمام؟ الطريقة دي بستخدمها لما يكون حجم المرور قليل جدا، عشان كده بستخدم الزمن الحر اللي هو حجم المرور بتاعي بيكون ايه، بيكون بصفر. كان الطريقة دي لها مجموعة من العيوب. ايه العيوب؟ قالك ما بتستخدمش او ما بتاخدش معاك تأثير حجم المرور على زمن الانتقال. يعني لو انا عندي طريق، الطريق ده عليه مجموعة من العربيات، اكيد العربيات دي هتأثر على زمن انتقال العربية، فبالتالي هنا مفيش زمن حر، فبالتالي ما تاخدش معايا ان عندي زمن الانتقال بتاع الايه، او تاثير حجم المرور على زمن انتقال العربيه، تمام؟ تاني حاجه ما بياخدش سعه الوصله، يعني ممكن اقول لك اصلا ان الوصله دي هيمشي فيها 1000 عربيه، الوصله اصلا ساعتها 500، فانا عندي ما بياخدش في معايا في الاعتبار تاثير سعه الوصله. اخر حاجه هنا ينتج ان في وصلات مش هيكون عليها حجم مرور نهائي، يعني عندي هيكون وصلات مكتظه عليها حجم مرور كبيره جدا، وصلات تانية مش عليها أحجام مرور خالص، تمام؟ هنا دي برضو عيب من عيوب طريقة الكل أو لا شيء. تعال نشوف مع بعض مثال، مثال بسيط كده. عندي مديني الكيلو دي ماتريكس بتاعت الرحلات، أنا من 1 لـ2 كان 1000 عربية، من 1 لـ3 500، من 1 لـ4 700 وهكذا، ومديني شكل الشبكة بالشكل الآتي، من 1 لـ2 بينهم طريق، من 1 لـ3 بينهم طريق، تمام؟ من 2 لـ4، من 4 لـ3، من 2 لـ3، من عندي ده وصلة، 2 3 4 5، 5 وصلات، تمام كده؟ مديني هنا الزمن الحر، الزمن اللي بيكون مقطع الشبكة ده الزمن الحر، الزمن الحر هنا 5 دقايق، 9 دقايق، 12 دقيقة، 10 دقايق، 4 دقايق 4 منهم. فأنا هبدأ أعمل إيه بقى؟ همسككم وصلة وصلة. من 1 لـ2 ماشي كام؟ ماشي 1000 عربية، حاجة هنا على الشكل بتاعي. من 1 لـ2 هل ال1000 عربية دول هيمشوا من 1 لـ2 مباشرة، ولا هيمشي من 1 لـ3 ثم من 3 لـ2، ولا هيمشي من 1 لـ3 ثم من 3 لـ4 ثم 3 ثم من 4 لـ2؟ قال لي اللي هيقوم لك الزمن بتاعك، الزمن الحر بتاعك. هجيبه ازاي الزمن؟ الزمن موجود عندي، من 1 لـ2 5 دقايق، من 1 لـ3 9، من 3 لـ2 12، يبقى 9 زائد 12 21، ما تنفعش. من 3 ل 4، من 1 ل 3 9، من 3 ل 4 4 دقايق، من 4 ل 2 10، يبقى 14 و9 23، يبقى اقل زمن عندي هنا كام؟ اللي هو 5 دقايق. يبقى هنا ال 1000 عربيه هيتحركوا مباشره من 1 ل 2، تمام؟ يبقى انا اكتب هنا كده، اجي على الرسمه لو عندي رسمه بقى اكتب هنا 1000، تمام؟ امسك الوصله اللي بعدها، من 1 لـ500، من 1 لـ3 هيكون 500، تمام؟ من 1 لـ3 هتحرك من 1 لـ3 مباشرة 9 دقايق، ولا هيروح من 1 لـ2 5 دقايق، ثم من 2 لـ3 12، يبقى 17 دقيقة، ما تنفعش 9 أقل. طب ولا من 1 لـ2، من 2 لـ4، ثم من 4 لـ3، يبقى 5 زائد 10 زائد 4 19 دقيقة، 9 أقل، يبقى هيروح من 1 لـ3 مباشرة. هاجي أروح كاتب هنا إيه؟ 500 على الوصلة كده بالظبط، تمام؟ ثم من 1 لـ4 700، تمام؟
من 1 لـ 4700 هيمشي ازاي؟ من 1 لـ 3 9، من 3 لـ 4 4 مني، يبقى 9 زائد 4 دي 13، من 1 لـ 2 5، من 2 لـ 4 دي 10، يبقى كام؟ 15. تمام. ممكن بقى يمشي من 1 لـ 2، ومن 2 لـ 3، من 3 لـ 4، بس ده هيكون الزمن الكبير يعني. فانا بفضل ان نختار الاثنين دول. انا اقل زمن عندي اللي هو 13، يبقى هيمشي من 1 لـ 3، ثم من 3 لـ 4. فانا هعمل ايه هنا بقى؟ ال 700 دول هيمشوا على الوصله بتاعت من 1 لـ 3، ثم من 3 لـ 4. فاروح كاتب هنا 700، وراح كاتب هنا 700. خلي بالك انا كنت كاتب هنا 500 في الاول، بتاعت ايه؟ الوصله من 1 لـ 3. تمام كده؟ دي كل انت بتكتبه ورا بعض. بعد كده تخش من 2 لـ 1، تطبق نفس الفكره بالظبط، تختار الوصله او مجموعه الوصلات اللي ورا بعض اللي هيديك اقل زمن. تمام. وفي الاخر هتمسك بقى تجمع على كل وصله، والله مش على الوصله دي 700 زائد 500 زائد 300 زائد، يبقى الوصله دي مش عليها وليكن 1200، كذلك الوصله دي مش عليها كذا، الوصله دي مش عليها كذا، الوصله دي مش عليها كذا. حددت كل وصله هيمشي عليها عدد مركبات او عدد رحلات قد ايه. تمام. الطريقه اللي انا قلت عليها دي طريقه صح 100%. عشان اسهل عليك انا عملت جدول كده. الجدول اول حاجه العمود الرأسي ده حطيت فيه الاتجاهات بتاعتك، يعني عندي من مثلا منطقه 1 هيروح من 1 لـ 2، ومن 1 لـ 3، ومن 1 لـ 4 على حسب الامكانيه الموجوده عندك في الشبكه. المنطقه 2 هيروح منها من 2 لـ 1، من 2 لـ 3، من 2 لـ 4، منطقة 3 من 3 لـ 1، من 3 لـ 2، من 3 لـ 4. المنطقة الأخيرة اللي هي 4 هيروح من 4 لـ 1، من 4 لـ 2، من 4 لـ 3. تمام؟ اللي هو احتمالية الحركة كلها يعني. تمام؟ ثم الجزء الأفق ده، دي اللينكات بتاعتك بقى. عندي كام لينك فوق؟ عندي لينكة مثلا من 1 لـ 2، لينكة 1 لـ 2، عندي لينكة من 2 لـ 1 العكس، عندي من 1 لـ 3، عندي من 3 لـ 1، لينك على الطريق بتاعي او الوصله بتاعتي، عندي من 2 لـ 3 لينك، ومن 3 لـ 2 العكس، عندي من 2 لـ 4، من 4 لـ 2، عندي من 4 لـ 3، ومن 3 لـ 4. تمام كده؟ تمام. ابدا اقول والله من 1 لـ 2 هيمشي 1000، قلنا ال 1000 هتمشي من 1 لـ 2 مباشره، بناء على اقل زمن، يبقى حاجه عند اللينك 1 لـ 2 اكتب 1000. طيب من 1 لـ 3، من 1 لـ 3 اللي هي ال 500، ال 500 هيمشوا فين؟ من اللي قلنا هيمشي على 1 على 3 مباشرة، حاجة هنا عند الحركة بتاعت 1 لـ 3، أروح كاتب 500 تحت اللينك من 1 لـ 3 اللي هي اللينكة دي. تمام كده؟ تمام. بعد كده ال 700، قلنا ال 700 هيمشوا من 1 من هنا، ثم من هنا، من 1 لـ 3، ثم من 3 لـ 4، حاجة هنا عند الخطوة التانية دي كانت من كام؟ من 1 لـ 4. فجأة عندي هنا الحركة بتاعت من 1 لـ 4، 700 هتمشي على الأول عليه على لينك من 1 لـ 3، يبقى حطيت هنا 700 لينك بتاعت 1 لـ 3، ثم على اللينك من 3 لـ 4، فجأة اللينك بتاعت من 3 لـ 4 وحط ال 700 التاني. تمام. وهكذا كونت الجدول بتاعي. تمام. أجمع بقى في الآخر 1000، دي مجموعها، دي 950، ده 500 زائد 700 1200، وهكذا كده كده التجميعة بتاعتي. خلي بالك الطريقتين صح، يا إما تكتب احجام المرور على الرسمه بتاعتك وفي الاخر تجمعها مفيش مشكله، يا اما تعمل الجدول ده الخانه اللي على الشمال دي او الرأسيه دي اجمالي الحركات بتاعتك. عندك في حركه من 1 لـ 2، من 1 لـ 3، من 1 لـ 4، دي تجيبها منين؟ من المصفوفه بتاعتك. تجيبها مصفوفه ازاي؟ انا عندي هنا من 1، في عندي حركه من 1 لـ 2، من 1 لـ 3، من 1 لـ 4، في من 2 لـ 1، ومن 2 لـ 3، ومن 2 لـ 4، في من 3 لـ 1، ومن 3 لـ 2، ومن 3 لـ 4، في من 4 لـ 1، ومن 4 لـ 2، 4 و3. دي اجمالي الحركات بتاعتي دي. تمام. بعد كده الخط الاوف كده ده اللينكات بتاعتك اللي هي موجوده على الشبكه. عندي من في طريق من 1 لـ 2، يبقى عندي لينك من 1 لـ 2 والعكس بتاعها من 2 لـ 1. تمام. في من 1 لـ 3، ومن 3 لـ 1، في من 2 لـ 3، ومن 3 لـ 2، في من 2 لـ 4، ومن 4 لـ 2، في من 3 لـ 4، ومن 4 لـ 2. طب في من 1 لـ 4، هل في عندي لينك من 1 لـ 4؟ لا،
طالما مش مديك طريق من واحد لأربعة اوعى تكتبها ايه، ما تكتبهاش يعني. وتوزع عادي على الناحيتين زي ما احنا قلنا بناء على الأقل زمن. طيب نفترض لقيت وانت بترسم وانت بتحل لقيت مثلا الوسطة دي كده الزمن بتاعها كان نفس مثلا الوسطة دي وانا طالع من واحد لأربعة، فال700 مثلا اللي كانت رايحة من واحد لأربعة تتقسم، تبقى هنا 350 على الطريق ده و350 على الطريق ده، فبقى الوسطة بتاعتي هنا 350 وهنا 350 وهنا 350 وهنا 350. طيب نفترض لقيت تلات طرق متساويين في الزمن بين مثلا واحد وأربعة، هعمل ايه؟ هقسم ال700 دول على التلات طرق واحطهم على كل لينك ماشي عليه، تمام؟ وفي الاخر بقى في خالص اجمع بقى اللينكات، لينك واحد ماشي عليها مجموعه من ايه، من الرحلات اللي انا جمعتها، دي المجموعه اللي انا جمعتها، ده المجموعه اللي انا جمعتها، وده المجموعه اللي انا ايه جمعتها، تمام. بعد كده في الاخر اعمل ايه، اروح عامل مصفوفه بتاعت اللينكات، والله من لينك من واحد لاتنين بعد ما جمعت مشي على 1000، من واحد لتلاته مشي على 1200، من واحد لاربعه مفيش لينك، من واحد لاربعه في التالته محطوط هنا بصفر، تمام. من 2 ل 1 مشي على 950، من 2 ل 2 مفيش، من 2 ل 3 650، من 2 ل 4 600 وهكذا، من 4 ل 1 مفيش تنك، هتلاقي كده عاملين ايه؟ عامل عليها ايه؟ بصفر. تمام؟ دي كده مصفوفة الرحلات على كل وصلة اللي انا طلعتها. تمام كده؟ المطلوب التاني قال لك إذا كانت الكباستي بتاعت الوصلات دي كانت 1000، إيه هي الطرق المزدحمة عندي؟ الطرق المزدحمة اللي حجم بتاعها يكون أكبر من السعة. هنا ده 1000 قد الساعة، لا مش مزدحم، 1200 أكبر من الساعة يبقى ده مزدحم، يبقى اللينك من واحد لتلاتة مزدحم، تمام. ثم في هنا أكتر من 1000، أيوة عندي من تلاتة لواحد 1200، ما برضه مزدحم اللينك من تلاتة لواحد. في تاني هنا عندي من تلاتة لأربعة مزدحم، عندي من أربعة لتلاتة مزدحم، دي ليه الأربع لينكات اللي هي مزدحمين عندي، تمام. ركزوا معايا جدا في الطريقة دي، لأن الطريقة دي هتكون إيه مهمة جدا في باقي الطرق، تمام. مثال تاني نفس الفكرة اللي في الأولى بالظبط، تمام. مديني مصفوفة الرحلات بتاعتي بين كل قرية، ومديني شكل الشبكة بتاعتي، ومديني الزمن الحر بين كل منطقة والتانية، وقال لك لو الساعة 1000 هي الوصلات المزدحمة، نفس الفكرة اللي فوق بالظبط، تمام. أنا هعمل إيه؟ يا إما تعملها على الرسمة يا إما تعملها بالجدول اللي إحنا قلنا عليه. نفترض هنعمل على الرسم، تمام. من واحد لاتنين كام ماشي 1000، تيجي هنا من واحد لاتنين ده 5 دقايق، ممكن نمشي من واحد لتلاتة 12، ثم من تلاتة لاتنين يبقى دي برضه زمن كبير ما ينفعش، من واحد لاربعة 8، واربعة تلاتة برضه ما ينفعش، هتلاقي اقل زمن عندي من واحد لاتنين مباشرة، تروح كاتب هنا ايه، تكتب على من واحد لاتنين 1000. فانا كنت تعمل ايه، اعمل السهم كده لما واحد لاتنين، ثم من واحد لتلاتة 500، تمشي كده من واحد لتلاتة 500، هيمشي من واحد هنا ده مباشرة 12 دقيقة، ده كده 5 و9 14 دقيقة، تمام. ده كده 8 و4 12 دقيقة، يبقى عندي هنا ايه، فين الأقل زمن؟ ال 12. عندي كام طريق؟ أقل زمن طريقين، ده كده مباشرة وده زائد ده، تمام. فلو عندي ال 500 دول من واحد لتلاتة هيتقسموا على الطريقين، هيمشي هنا مباشرة على الطريق ده كده طوالي 250 ونص 500، ثم هيمشي على الطريق ده بإيه 250 التاني، يبقى هنا في هنا 250 وفي هنا 250، وكمل نفس الخطوات بالظبط. بس خلي بالك إن الجدول بيسهل عليك المهم عشان ما تتلخبطش، يعني على قدر الامكان بيخليك ما تتلخبطش في الايه، في المساله بتاعتك، تمام. بس انا افضل انك تستخدم الجدول في حاله اذا كانت المساله على الكل او لا شيء فقط، تمام. لكن لو اي نوع من الطرق التانية هتستخدم فيهم ايه، مش هتستخدم الجدول، هتضطر انك توزع بطريقه الكل او لا شيء، لانك هتستخدمهم في باقي الطرق على فكره، تمام. هتوزعها على الرسمه وبعد كده تكمل بالطريقه التانية العاديه، تمام. بعد ما وزعت كده بالشكل زي ما احنا قلنا، وزعنا الجدول كالاتي، او هتوزع الرسمة اللي يعجبك او اللي يريحك في الحل، الاتنين صح سواء هنا او هنا، تمام. ابتدي تجمع بقى اللينكات، اللينك واحد لاتنين ماشي على 1300، من اتنين لواحد 1150، من واحد لتلاتة 250، وهكذا. جمعت
جمعت اللينكات بتاعتك، اعمل بقى مصفوفة لللينكات دي او للوصلات دي. هذه مصفوفة ايه؟ من واحد لاتنين مش 1300، اللي هي من واحد لتلاتة 250، من واحد لاربعة اللي هي 1150، تمام؟ من اتنين الى واحد 1150، من اتنين الى تلاتة 850، تمام؟ من اتنين الى اربعة اللي هي كام؟ 200، اللي هي دي. ووزع كده بتاعة المصفوفة بتاعتك تطلع بالمنظر بتاعنا. بعد كده بقول لك لو الساعة 1000 احسب لي الوصلات الأكبر ازدحام. هشوف الوصلات اللي عليها حجم مرور أكبر من 1000، يبقى دي الوصلات المزدحمة. من 1 ل 2300، يبقى اللي أنت من 1 ل 2 مزدحم. من 1 ل 3 مش مزدحم. من 1 ل 4 1150، يبقى من 1 ل 4 مزدحم. من 2 ل 1 1150، يبقى من 1 مزدحم. من 4 ل 1 1250 يبقى مزدحم. من 4 ل 3 1050 مزدحم. يبقى دي اللينكات اللي عندي المزدحمة على الطريق. ده كده فكرة طريقة الكول أو نشير. المسألة اللي بعدها نفس الفكرة بالظبط، بس هنا مديك رسمتين. الرسمة الأولى هنا مديك أحجام المرور، يعني رايح من A ل C 215 ومن C ل A 41، تمام، وهكذا. الرسمة التانية اللي هي B مديك الزمن الحر بتاع الطريق بتاع الوصلات بتاعتي، من A ل C 16 ومن C ل A 11 دقيقة. خلي بالك هنا المختلف عن الباقي، المختلف عن الباقي إن في الشبكة فوق كان مديك الشبكة كده، كان بيحط لك على الطريق بس 5 منت، الخمسة منت دي لا اللي رايح ولا اللي جاي، لا هنا عكس، هنا قال لك لا زمن مختلف، اللي رايح من A ل C 16 واللي رايح من C ل A 11، دي بس الفكرة كلها، ولكن نفس الطريقة بالظبط، تمام؟ أول خطوة تعملها هتفك الرسمة دي وتعمل مصفوفة الرحلات، هتبقى عندي كام طريقة من A A B C، يبقى A B C A B C، من A ل A المصفوفة، طبعا المصفوفة هنا بصفر، من A ل B 586، من A ل C 215، من B ل A 199، من B ل C 367، ثم من C ل A اللي هي 41، من C ل B اللي هي 340. قومت مصفوفتي الرحلات بتاعتي، بعد كده أبدأ أوزع عندي بالظبط. همسك بقى من A ل B 586، من A ل B هيمشي هنا من A ل B 6 منت، يبقى أول حاجة عندي 6 منت. يمشي ممكن يمشي من A ل C 16 وبعد كده من C ل B، لا 16 وزاد 10 كتير ما تنفعش، تمام. يبقى من A ل B 586 مباشرة، وبكتب هنا إيه على من A ل B 586، ثم من A ل C 216 215، من ال سي دي 16 مللي، او ممكن يمشي من A الى B 6 منت زائد من B ل C 7 منت، 6 و7 13، يبقى هيمشي منين؟ لا هيمشي من A ل B ثم من B ل C، تمام. يبقى ال 215 هتوزع، يبقى انا في 215 وفي هنا 215، وهكذا. وتكمل بقى، يمكن تعملها بالشكل او على الرسم او تعملها في الجدول الاثنين صح، مفهومش مشكله، وتطلع عندك المجموع في الاخر بالشكل الاتي. تعمل مصفوفة الرحلات، توزيع الرحلات أو مصفوفة اللينكات بتاعتي، من A ل B اللي هي كام؟ 801، من A ل C اللي هي 0، تمام؟ من B ل A اللي هي 99، من B ل C اللي هي 582، من C ل A اللي هي 41، من C ل B اللي هي كام؟ اللي هي 340. طلعت عندي إيه؟ وطلعت مصفوفة الرحلات بتاعت أو مصفوفة اللينكات وتوزيع الرحلات عليها. آخر مسألة على الطريقة دي نفس الفكرة بالظبط، بس هنا مسألة بالعكس، يعني هنا مديك إن مصفوفة توزيع الرحلات عندي قيمة مجهولة اللي هي من A ل B مدالك بـ X، تمام؟ ومديك معلومة إن عدد الرحلات من A ل C، إجمالي عدد الرحلات من A ل C اللي هو 950 رحلة، يعني إجمالي عدد الرحلات اللي رايح من A ل C بعد ما توزع الرحلات هيكون كام؟ 950 رحلة، تمام؟ فاحسب عدد الرحلات الخارجة من A ل B اللي هي الإكس، يعني احسب الإكس. نفس الفكرة بالظبط، اعتبر إن الإكس عندك ده رقم. كمل المسألة من البداية للنهاية، تمام؟ هتوزع الرحلات من A ل B، من B 3.5 منت، أو من A ل C 2 زائد 1 يبقى 3 منت، يبقى هيمشي من هنا، يبقى أنا هنا في إكس وفي هنا إكس. مش هيمشي،
تمام، من ال سي 450، ال سي 2 مينت هيمشي يعني يبقى انا فيه 450 تمام. من بي ايه، من بي هنا 3.5 ثم في هنا 1 ثم 2 هيمشي من بي ل سي ثم من سي ل ايه، عشان دي 3 مينت ودي 3.5 مينت، يبقى انا في هنا 400 في هنا 400 تاني تمام. بس خلي بالك ده العكس، ده الاتجاه العكسي، الاتجاه كده تمام. بعد ما وزعت في الجدول بتاعك نفس الشكل كده بالظبط، هتلاقي ان اللينك الاي سي عليها 450 زائد اكس تمام. 450 زائد اكس اللي هو مدالي هتساوي كام؟ هيساوي 950. يبقى عندي الاكس هتطلع عندي بكام؟ هتطلع عندي ب 500. كام؟ 500. ده كده مصروف التوزيع الرحلاتي بتاعك. تاني طريقة عندي طريقة تقييد السعة. قلنا الطريقة الأولى ما بتاخدش في اعتبارها حجم المرور ولا سعة الطريق. هنا بقى هناخد مع بعض طريقة بقى حجم المرور وسعة الطريق. احنا عارفين ان الطريقة الأولى كنا بنستخدم الزمن الحر، والزمن ده اللي هو ما بيتأثرش، ما فيش عربيات على الطريق، العربيات تكون منعدمة فالعربية ما بتتأثرش بأي حاجة على الطريق، بتتحرك بسرعات عالية. لا، هنا بقى الطريقة دي عندي الطريق هنا عليه حجم مرور والطريق ده له سعة تمام. فبالتالي الزمن اللي هتتحرك فيه العربية على الطريق ده أنا بسميه زمن انتقال وليس الزمن الحر، وده الزمن اللي أنا هستخدمه. وقال لي إن زمن الانتقال ده بيتأثر بحجم المرور، يعني كل ما حجم المرور بتاعي يزيد كل ما زمن الرحلة بتاعتي أو زمن الانتقال بتاعي ده يزيد تمام. كل ما حجم المرور يقل الطريق يخف، كل ما زمن الرحلة بتاعي ايه؟ زمن الرحلة بتاعي يقل. فبالتالي هنا بيأثر ايه؟ بيأثر بحجم المرور، بيتأثر بزمن ايه؟ بزمن الانتقال. فقال لي انا هستخدم علاقة تجريبية. العلاقة التجريبية دي تمام بين ثلاث معاملات: الزمن، الحجم اللي هو الفوليوم، والكباستي. قال لي العلاقة ايه؟ قال لي تي ايه، خلي بالك الايه ده اي وصلة، يعني مسمى الوصلة اسمه ايه؟ مش هتفرق يعني. زمن الانتقال، تي ده زمن الانتقال بتاع الوصلة ايه؟ تمام؟ بيساوي تي ايه نوت، ده الزمن الحر اللي هو هيكون نقطة عندك في المسألة، الزمن الحر بتاع الوصلة ايه؟ الفي اللي هو الفوليوم، حجم المرور اللي ماشي على الوصلة، السي اللي هو سعة الوصلة بتاعت الكباستي، كل ايه؟ كل تربيع. طلعت هنا ايه؟ طلعت الزمن الانتقال بتاعي. قال لك الزمن ده زمن تجريبي تمام، الزمن ده محتاج يتعدل تمام. هعمل له تعديل من القانون الاتي، هقول ال تي ادجستمنت بتساوي ال تي ايه اللي هو الزمن اللي لسه مطلعه تمام، زائد ربع في ال تي ايه نفس الزمن اللي لسه مطلعه ناقص ال تي ايه نقطة اللي هو الزمن الحر بتاعك ده ثابت لو كل نقطة عندك في المسألة في البداية على كل على كل وصف. طلعت التي ادجستمنت تمام كده ايه. طب ايه فكره المساله بتاعتي؟ فكره المساله هيديك شبكه زي ما احنا قلنا كده في المساله الاولى، شبكه بينها وصلات تمام كده او بينها طرق، عليها الزمن الحر بتاعها، كل وصل عليها الزمن الحر. اول خطوه عندي في المساله دي هتوزع الرحلات على الوصلات بطريقه الكل او لا شيء، عشان كده كنت بقول لك حط الارقام على الرسمه عشان تسهل معاك في باقي الطرق. لكن انت لو طريقه الكل او لا شيء فقط ممكن تستخدم الجدول عادي، الكل او لا شيء تمام، بناء على الزمن الاقل انتقال. بعد ما وزعت عدد الرحلات على كل وصله تمام، هبدا اعمل ايه بقى؟ عدد الرحلات او حجم المرور تمام. الزمن اللي انا وزعته ده التوتال هنا مثلا، ده حجم المرور بتاع الوصله اللي هو دي، وده التوتال لو حجم المرور بتاع الوصله دي، التوتال ده حجم المرور او حجم الرحلات بتاع الوصله دي، فذلك ده الحجم بتاع الوصله دي. احسب بقى زمن الانتقال بتاع كل وصله بعد ما حسبت ايه، بعد ما وزعت احجام المرور او وزعت عدد الرحلات بناء على طريقه الكل او لا شيء. احسب زمن الانتقال بتاع كل وصله، زي مثلا الزمن بتاع الوصله مثلا ايه، هساوي تي اون زمن الحر بتاعها اللي هو معطى، الفوليوم بتاعها اللي انا لسه موزعه على الكباستي اللي هيكون معطى عندك. كده طلعت زمن الانتقال بتاعي بتاع كل وصله. بعد كده اعدل زمن الانتقال بتاع كل وصله، اعمل له ادجستمنت تمام. بقى عندي حاجتين،
زمن الانتقال بتاع كل وصلة والزمن المعدل بتاع كل وصلة. خلي بالك من الزمن المعدل ده، هعمل ايه تاني؟ قال لك هتمسك الزمن المعدل ده وتكتبه على الوصلات بتاعتك، يبقى الشكل بتاعته اهو، تروح رسمه من تاني وليكن ده شكل الشبكة، وتروح كاتب عليه الزمن الجديد. ده الزمن الجديد بقى اللي انت هتستخدمه، سيبك بقى من الزمن الحر دلوقتي، ده الزمن الجديد. تمام، ابدأ اعمل ايه بقى؟ قال لك وزع المرور من تاني، او وزع الرحلات من تاني. فراح ماسك المصفوفه بتاعت الرحلات اللي هتكون نقطه عندي، اوزع الرحلات من تاني. بناء على طريقتي، قال لك برضه بطريقه الكل او لا شيء، اوزع الرحلات بتاعت هنا واجيب مجموعها، اوزع الرحلات واجيب مجموعها هنا، وهكذا. تمام، وزعت بناء على ايه؟ بناء على ازمنه جديده، انا لسه مطلع ازمنه جديده اهي، اوزع الرحلات بناء على ازمنه جديده بطريقه الكل او لا شيء، اختار المسارات اللي هتديني اقل زمن. زمن ايه؟ زمن الازمنه الجديده اللي انا لسه مطلعها، اللي هو الازمنه المعدله الاولى دي. تمام، بعد ما طلعت او رتبت احجام المرور من تاني او عدد الرحلات من تاني، هعمل ايه؟ قال لك هتحسب زمن الانتقال من تاني، لان اكيد احجام المرور هتختلف من الزمن اتعدل، فبالتالي الزمن هيختلف. تمام، احسب الزمن هنا من تاني لكل وصل، وبعد كده احسب الدي ادجستمنت، احسب برضو الزمن المعدل لكل وصل. تمام، وامسك الخطوه الثالثه، بناء على الزمن الجديد هروح راسم برضو الشكل بتاعي تاني. تمام، رسمت الشكل، احط عليه الازمنه المعدله الجديده. تمام كده، بعد ما حطيت الازمنه المعدله امسك برضو مصفوفه الرحلات اللي هو كان بداية في البدايه، هوزع المصفوفة دي بطريقة الكل أو لا شيء. تمام، بناء على الأزمنة الجديدة اللي لسه مطلعها، وزعتها وطلعت التوتال في كل وصلة. تمام، وزعت التوتال في كل وصلة، ده كده التوزيع رقم كام؟ التوزيع رقم 3. طبعا هو هيطلب منك عدد محاولات، ممكن يقول لك اعمل محاولتين أو 3 أو 4 على حسب المحاولات اللي هتديها، بس مش هيعدوا 3 محاولات. بقى عندي هنا كام حجم مرور؟ عندي حجم مرور في البداية أو عدد رحلات في البداية اللي أنا كنت حاسبه في أول حاجة، بعد كده بقى عملت المحاولة التانية، وبعد كده المحاولة التالتة، بقى عندي كده كام حجم؟ 3 حجم مرور أو 3 أعداد رحلات. تمام كده؟ قال لك الحجم النهائي، حجم المرور أو عدد الرحلات النهائي هيكون المتوسط بتاع التلاتة، يعني عندي كل وصلة هيكون لها 3 أعداد رحلات. في الآخر بقى عاوز أجيب عدد الرحلات النهائي، قال لك هتاخد المتوسط بتاع التلاتة. تمام كده، كده يبقى انت خلصت المسألة بتاعتك. تعال نشوف مسألة، يمكن ده طريقة أصعب شوية، لأن فكرتها إنك بتستخدم طريقة الكل أو لا شيء في بداية كل خطوة، وبعد كده بتعدل تحسب الزمن الانتقال، وبعد كده بتعدل الزمن. تمام، بس الطريقة دي مهمة جدا، لأن متوقع إنها تيجي، لأن كان السنوات اللي فاتت كلها كانت بتشرح طريقة الكل أو لا شيء فقط، فبالتالي السنة دي أول مرة يتشرح الطريقتين دول، فالدكتور هيكون ايه؟ هيأكد عليهم او هيركز على الطريقتين دول، لان هي بتشتمل الطريقتين، بتشتمل الطريقه الاولى اللي هي كل او لا شيء، كده كده هتحلها، ثم هتكمل عليها بناء على الطريقه الثانيه اللي هي الزمن المعدل او زمن الانتقال. فبالتالي الطريقه دي والطريقه اللي بعدها مهمين جدا. عندي مساله مدينه فيها 4 مناطق، 1 2 3 4. تمام، وقال لك عاوز تخصيص حجم الرحلات او حجم المرور بتاعي بناء على طريقه تقييد السعر. مديني مصفوفتين الرحلات بتاعتي، من 1 ل 2000، من 1 ل 3500، من 1 ل 4700، وهكذا. بس هنا بالعكس، هنا الرحلات بتاعتي في اتجاه واحد فقط، يعني هنا مفيش 2 ل 1، مفيش من 3 ل 1 او من 3 ل 2، مفيش من 4 ل 1 او من 4 ل 2 او من 4 ل 3، كله بالصوره، كل عندي من اتجاه لواحد فقط. تمام كده؟ تمام. ومديني الكباستي بتاع كل وصله، هنا الوصله الاولى دي من 1 ل 2، هسميها مثلا وصله رقم 1. الزمن الحر بتاعها اللي هو 10 دقايق، من 1 ل 3 اللي هو الوصلة رقم 2، ده المسمى انت بتسميه من عندك انت، او ممكن هو يدولك مثلا المسمى بتاعه عادي. الزمن الحر بتاعها 15، من 3 ل 4 اللي هو 4 دقايق. اسم الوصل 5، من 2 ل 4، خلي بالك من 2 ل 4 اسم الوصلة رقم 4. تمام، وهنا الزمن الحر بتاعي 5، من 2 ل 3 هسميها وصلة رقم 3، والزمن الحر بتاعي كام؟ اللي هو ايه؟ هو 3. تمام كده؟ تمام. قال لك الكباستي بتاع كل وصلة رقم 1، الكباستي بتاعها 400، 2 500، رقم 3 250، وهكذا. تمام؟ يبقى هو اداك ايه؟ اداك الزمن الحر
تمام، اداك عدد الرحلات بين الوصلات، اداك الكباستي، فمطلوب منك تخصص الرحلات على المسارات المختلفة بطريقة تقييد السعر، يعني أطلع إجمالي عدد الرحلات اللي ماشية على كل مسار بطريقة تقييد السعر. أول خطوة احتمال إيه؟ هنوزع عدد الرحلات بطريقة الكل أو لا شيء بناء على الأزمنة اللي هو مديها لي. بطريقة الكل أو لا شيء. تمام؟ بعد ما وزعت هنوزع، قلنا هنوزع إزاي بطريقة الكل أو لا شيء. يعني عندي من واحد لاتنين ماشي ألف، من واحد لاتنين هنا 10 دقايق، طب ممكن يمشي مثلا من واحد لتلاتة، ثم من تلاتة لاتنين هنا 3 زائد 15، طب لا زمن كبير، ثم من واحد لتلاتة، من تلاتة لأربعة، من أربعة لاتنين 15 زائد 4 زائد 5، لا الزمن كبير، يبقى هيمشي من واحد لاتنين مباشرة. لو عندي من واحد لاتنين هروح كاتب ألف. تمام؟ طيب بعد كده من واحد لتلاتة 500، من واحد لتلاتة 500، عندي من واحد لتلاتة ده 15 دقيقة، ده أول مسار 15، أو ممكن يمشي مثلا من واحد لاتنين، من اتنين لتلاتة 13 دقيقة، هذا زمن أقل أهو، أو ممكن يمشي من واحد لاتنين، من اتنين لأربعة، من أربعة لتلاتة 10 و5 و4 اللي هو 19، أقل زمن عندي فين؟ لا من واحد لاتنين ثم من اتنين لتلاتة، يبقى ال 500 دول هيمشي عندي هنا من واحد لاتنين ثم من اتنين لتلاتة، هكتب هنا 500 وهكتب هنا كام؟ هكتب هنا كام؟ 500. تمام كده؟ طلعت عندي ايه؟ تاني حاجة من واحد لأربعة اللي هو 700، فين من واحد لأربعة؟ من واحد لأربعة عندي من واحد لاتنين 10، من اتنين لأربعة 5، يبقى 15، يبقى عندي 15. تاني حاجة من واحد لتلاتة 15، من تلاتة لأربعة 4 يبقى كام؟ 19. الأزمنة التانية هتطلع كبيرة يعني. بقل عندي زمن عندي هيكون هو من واحد لاتنين، ثم من اتنين لكام؟ من اتنين لأربعة، وهكتب من هنا 700، ثم هكتب هنا كام؟ 700، وهكذا. بعد ما وزعت الرحلات بطريقة الكل أو لا شيء، أعمل إيه؟ هحسب زمن الانتقال. أهو هحسب إيه؟ الوصلات بتاعتي، أجمع الوصلات بتاعتي هنا 1000 زائد 500 زائد 700، يبقى الوصلة رقم واحد ماشي على 2200، وصل رقم اتنين ماشي على حاجة؟ لا يبقى صفر. وصل رقم تلاتة ماشي على حاجة؟ عندي كام؟ 500 زائد 600، 1100. وصل رقم أربعة 500. وصل رقم خمسة 700 زائد 500، 1200. هنا معكوسة يعني، أنا المفروض تبقى دي رقم أربعة ودي رقم خمسة. تمام كده؟ 1000 وكام؟ 1200. بعد كده احسب زمن الانتقال. زمن الانتقال بتاع وصل رقم واحد هتساوي التي نوت اللي هو الزمن الحر بتاعها لو معطى فاول مثلا اللي هو 10، زائد الفوليوم بتاعها اللي هو 2200، على السي اللي هو الكباس اللي هو 400 متدارك، هيطلع عندي 40 و25 مللي. تمام؟ طب مش حسبت التي 2 ليه؟ لان تي 2 مش ماشي على حاجه مرور، فبالتالي الزمن بتاعها لسه زي ما هو، هو الزمن الحر ما اتغيرش. تمام؟ التي 3 الزمن الحر بتاعها 3 اللي هو التي نوت، زائد الحجم بتاعها لو 1100 على 250. تي 4 هتبقى 5 زائد 500 على 350، قلنا هنغير بس فوق المسمى ان الوصله بتاعتي هتكون وصله رقم 5 اللي هو وصله رقم 4، عشان ايه؟ عشان الارقام في المسائل بس. تمام كده؟ حسبت زمن الانتقال. بعد كده احسب الزمن المعدل. التي واحد هتساوي التي واحد اللي انا لسه هحسبها ال 40 25 زائد ربع في التي واحد تاني ال 40 25 مينت ناقص 10 اللي هو الزمن الحر، هيديني 47 كذلك. تمام؟ بقى عندي الوصلة رقم واحد الزمن المعدل بتاعها اللي هو 47 دقيقة وتمانية واحد اتنين خمسة علامة. تمام؟ الوصلة رقم اتنين اللي هو 15 دقيقة اللي هو الزمن الحر، لأن الوصلة اتنين لغاية دلوقتي ما مشيش عليها مرور. الوصلة رقم تلاتة 27 و19 من 100. الوصلة رقم أربعة 7 55 من 100. الوصلة رقم خمسة اللي هي كام؟ 24 دقيقة، ده الزمن المعدل. اللي أنت عملته فوق ده كده بقى أطبقه تاني، بس بناء على ايه؟ بناء على الازمنه الجديده لسه حاسبها. انا ارسم الرسمه من تاني
احط عليها الازمنه دي، تمام، واعيد المساله من تاني. اللي انا عملته ده كله اعيده من تاني. تعال نشوف مع بعض. بعد ما عدته من تاني هرسم الرسم ده من 1 ل 4، تمام، واعيد توزيع بطريقه الكل ولا شيء، بس بناء يعني بناء على الازمنه المعادله اللي لسه هنطلعها، اللي هي 47 وكذا، ودي ال 15، ودي 27، ودي 755، ودي مثلا 24 دي الازمنه الجديده. اوزع الحجم الرحلات اللي هو مديني في المصفوفه من فوق تاني على الشكل اللي انا لسه رسمه بناء على الازمنه الجديده. بعد ما وزعت طبعا بناء على الاقل زمن، نفس الفكره بالظبط بتاعت طريقه الكل او لا شيء، لقيت ان الوصله رقم 1 هي دي ما عليهاش مرور، لا صفر. وصله رقم 2 2200، وصله رقم 3 بعد ما جمعت طبعا 1600، وصله رقم 4 500، وصله رقم 5 اللي هي 1200، تمام، 1200 رحله. ده التخصيص الثاني. عند التخصيص الاول انا حسبته بناء على طريقه الكل او لا شيء مباشره بناء على الزمن الحر، ثم حسبت الزمن المعدل الثاني، ثم حسبت التخصيص رقم ايه، رقم 2. بعد كده التخصيص رقم 3 اعمل ايه؟ احسب زمن الانتقال. حسبت زمن الانتقال بناء على الازمنه دي تي 2 هتساوي 15 اللي هو الزمن الحر ثابت ما بيتغيرش، زائد بناء على الحجم الجديد اللي هو 2200، تمام. خلي بالك انا تي 1 مش حسبت لها، بالنسبه الحجم بتاعها بصفر، فبالتالي الزمن بتاعها هيفضل زي ما هو اللي هو 47 8 1 2 5، تمام. التي 2 على 500 يبقى 34 6 و8، كمل على الباقي. بعد كده احسب الزمن المعدل، التي 1 قلنا مش هيتغير، تمام، يبقى 47 زي ما هو لان الحجم اللي ماشي عليه في التخصيص الثاني بصفر. التي 2 تبقى التي 1 ده لسه حاسبه، التي 2 قصدي انا لسه حاسبها، زائد الربع زائد التي 2 تاني اللي هو 34 و36% ناقص الزمن الحر اللي هو 15، تمام، وطلعت الزمن المعدل، تمام كده. بعد ما طلعت الزمن المعدل بقى عندي الزمن المعدل بتاع الوصله الاولى 47، الوصله الثانيه 39، الثانيه 10 55، الرابعه 7 55، الخامسه 24 دقيقه. اعمل ايه؟ قال لك هترسم الرسمه من جديد، تمام، وتحط عليها الازمنه الجديده، الازمنه المعدله. بعد ما حطيت الازمنه المعدله الجديده اللي هي 47 وده 39 وده 10 وده 7 وده 24، دي الازمنه الجديده. هوزع عدد الرحلات تاني، تمام، بناء على الازمنه دي. بعد ما وزعت عدد الرحلات تاني بناء على الازمنه دي هجمعهم من تاني، هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي الوصلة الأولى ماشي عليها 1700، الثانية 500، الثالثة 600، الرابعة 1200، الخامسة كام؟ 500. ده التخصيص رقم كام؟ رقم تاني. يعني كده أنا عملت كام محاولة؟ 3 محاولات. يبقى أول خطوة بحسب عدد بوزع أو بخصص بناء على طريقة الكل أو لا شيء، بناء على الزمن اللي هو مدولي في المعادلة اللي هو الزمن الحر، تمام. تاني حاجة بعد ما خصصت هجمع أحجام المرور اللي أنا خصصتها، تمام، احسب زمن الانتقال، الزمن المعدل، بقى عندي زمن جديد احطه على الرسمه، اوزع عدد احجام المرور او اوزع عدد الرحلات من تاني، تمام. بعد كده ابدا في تخصيص رقم 3، بعد ما وزعت اجمع احجام المرور من تاني، احسب زمن الانتقال على كل وصله، ثم الزمن المعدل على كل وصله، تمام، ثم اعيد التوزيع من تاني بناء على الزمن الجديد الزمن المعدل. اعيد بايه؟ باستخدام برضو طريقة الكل او لا شيء. انا اكتب كده على الرسمة، اعمل الرسمة بتاعتي واحط الزمن الجديد ده لسه حاسبه، تمام، وانا عندي المصفوفة من فوق اصلا فيها الرحلات بتاعتي، اوزع الرحلات كانها بطريقة الكل او لا شيء، كانها مسألة كل او لا شيء بسيطة خالص. بعد ما توزعها، تمام، تبدأ تجمع من تاني، وبعد ما تجمع هتقول ان الوصلة رقم 1 على 1700 2 500 600 1200 500 كده، وايه، عملت 3 توزيعات بثلاث احجام مرور او بثلاث اعداد رحلات. امسك بقى كل وصلة، خد الوصلة رقم 1 في التخصيص الاول كانت 2200، في التخصيص الثاني كانت 0، في التخصيص الثالث كانت 1700، اجيب المتوسط بتاعها اجمعهم واقسمهم على 3 يطلع 1300،
الوصلة رقم 2 كان في التخصيص الأول 0، التخصيص 2 2200، التخصيص التالت 500، قسمهم على 3 هيديك كام؟ يديك 900، وهكذا. يبقى بعد ما عملت الثلاث تخصيصات هجيب المتوسط على كل وصلة، يبقى هو ده التخصيص النهائي بتاعي. تمام، ده كده بطريقة تقييد السعة. طريقة بقى تالت طريقة عندي، طريقة التخصيص التدريبي، هي هي نفس الفكرة اللي فوق، بس هنا بقى بدل ما يقول لي مثلا عمال على كذا محاولة، بيقسم لي أحجام المرور نسب مئوية. يعني عندي مثلا التوتال حجم المرور بتاعي اللي هو مثلا 100%، اللي هو مدوك في المصفوف ده 100% أحجام المرور. هيقول لك والنبي خصص لي أحجام المرور بتاعتي دي تدريجيا بنسب معينة، مرة مثلا كانت 30%، ثم مرة 40%، ثم مرة مثلا 20%، ثم مرة 10%. يعني عندك 4 خطوات، مرة هتخصصه لما يكون حجم المرور 30%، بعد كده 40%، بعد كده 20%، وبعد كده كام؟ 10%. لازم مجموع كل ده يكون كله كام؟ 100%. فأنت هتعمل إيه؟ هتمسك تقول له أول تخصيص اللي هو 30%، هتمسك المصفوفة اللي هو مديلك اللي فيها عدد الرحلات وتضربها في 30%، يبقى ده أول حجم عندك اللي هو حجم ال 30%. تمام؟ تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ قال لي بعد كده عندك الشكل بتاعك، الشكل ده عليه الأزمنة الحرة في البداية. تمام، عندي الأزمنة بتاعتي اللي هي الأزمنة الحرة، هوزع بناء على ال 30% دول، وزع أحجام المرور بطريقة الكل أو لا شيء. عشان كده قلت لك إن طريقة الكل أو لا شيء داخلة في جميع الطرق الباقية. تمام، بطريقة الكل أو لا شيء وزعت، وبعد كده أجمع أحجام المرور. تمام، بعد كده امسك بعد كده ال 40% اللي بعدهم اضربها في المصفوفه، بقى عندي احجام مرور احجام مرور بالشكل كذا. تمام، بعد ما حسبت احجام المرور في المصفوفه اللي هي بتاعت ال 40%، تمام، هوزع بنفس الطريقه، وهكذا وهكذا. بعد كده في الاخر اعمل توتال اللي انا وزعته ده كله. تمام، يمكن الطريقه مش مفهومه شويه هنا، بس هنفهمها مع بعض في المساله بطريقه اكتر وضوح. تمام، بس فكرة المسألة إنك هتقسم، بدل ما كانت بتقسمها فوق محاولات، لأ هتقسمها إلى نسب مئوية. مرة هتوزع 30%، مرة 40%، مرة 20%، مرة 10%. النسب دي هو هيديها لك أو هتكون موت عندك في المسألة، يقول لك وزع بنسب معينة. تمام، تعال نشوف مع بعض في المسألة الطريقة بالظبط بتتكلم عن إيه، تكون مفهومة أكتر. مثال، نفس المثال السابق. تمام، وقال لك انك هتوزع بطريقة التخصيص التدريجي بنسبة تزايد 25%. يعني مرة 25%، ومرة 25%، ومرة 25%، ومرة 25%. يعني 100% هتقسمهم لأربع كام؟ لأربع تساوي. النسبة دي مش ثابتة طبعا، على حسب ما هو يقول لك في المسألة. وقال لك إن العلاقة بين حجم المرور والزمن التي هتساوي التي نوت، ده الزمن الحر، خلي بالك التي ده زمن الانتقال، الفي اللي هو الفوليوم، السي اللي هو الكباستي، كل أس كام؟ كل أس 4. تمام كده؟ خلي بالك من القانون ده. قال لك إن الكباستي على لينك واحد 400 500 250 350 400. أول خطوة هنعمل إيه؟ التخصيص الأول اللي هو كام؟ 25%. همسك القيم دي كلها اللي هي موجودة في المصفوفة بتاعتي دي، تمام؟ اضربها في 25%، هيديني المصفوفه دي كده بالظبط، دي احجام المرور بعد ما ضربتها في 25%. تمام، ومديني دي الزمن اللي هم ادولي في المساله ده الزمن الحر. اول خطوه هوزع بطريقه الكل او لا شيء بناء على الزمن الحر اللي هم ادولي، لسه ما عنديش اي زمن. تمام، هقول والله من 1 ل 250 هيمشوا في انهي زمن؟ من 1 ل 2 10 دقايق، او من 1 ل 3 ثم من 3 ل 2؟ لا الزمن اكبر، من 1 ل 3 ثم من 3 ل 4، من 4 ل 2؟ لا الزمن اكبر. يبقى انا 250 هيمشي من 1 ل 2، فانا عامل هنا كام؟ 250 من 1 ل 2. تمام كده؟ تمام. بعد كده امسك من 1 ل 3، من 1 ل 3 اللي هم 125، هيمشي من 1 ل 3 ده 15 دقيقة، أو من 1 ل 2 10، ومن 2 ل 3 لا 13 دقيقة أقل. فال 125 دول هيمشوا هنا 125 أهو، بعد كده هيمشي كده اللي هو 100 كام؟ 125. تمام، من 1 ل 4
175، 1/4 يمشي 15 زائد 4 19، أو 10 زائد 5 15، بقى يمشي من هنا r. تمام كده؟ يبقى 175 هتبقى هنا وهتبقى هنا وهكذا. بعد ما خلصت توزيع لقيت التوزيع عندي بالشكل ده اللي هو باللون الأحمر ده. اللي باللون الأحمر ده ده شكل التوزيع بتاعي. تمام كده؟ تمام. بعد كده قال لك هتحسب زمن الانتقال، لأن الزمن اللي أنت استخدمته في الأول ده ده زمن حر. لأ أنا الطريقة دي بتعتمد على زمن الانتقال. تمام. هجمع أحجام المرور بتاعتي. هجمع دول على بعض، دول ماشيين على وصل رقم 1. وأجمع دول، دول ماشيين على وصل رقم 3. وأجمع دول ماشيين على وصل رقم دي 4. تمام. وبعد كده أجمع دول ماشيين على وصل رقم 5. تمام. وقال لك إن التي بتساوي التي نوت في على السي أس 4. التي واحد بتاع وصل رقم 1 هتساوي التي نوت اللي هو زمن الإيه؟ الزمن الحر اللي هو 10 زائد في اللي هو المجموع الثلاثة دول هيطلع عندي 550 على الكباسيتي بتاعها اللي هو معطى فوق اللي هو 400 أس 4 دي بكام؟ 13575 من 1000. وأطبق على الخمس وصلات، طلعت زمن الانتقال على خمس وصلات. تمام كده؟ ده كده بالنسبة إيه؟ بالنسبة لأول خطوة التخصيص بناء على أول خطوة اللي هي 25%. تمام. ده كده أول تخصيص. التخصيص اللي بعده ال 25% التانيين. هضرب 25% بعدد الرحلات في المصفوفة وأحط المصفوفة عندي، هيديني الأرقام دي، هي نفس الأرقام لأن ال 25% ثابتة، لكن لو النسب متغيرة الأرقام دي هتختلف. تمام كده؟ تمام. يبقى عندي كده مصفوفة الرحلات اللي هي 25%. تمام. قبل ما ندخل في المسألة، التوزيع الأول بتاع ال 25% ده هيفضل معايا، يعني عندي ايه؟ يعني عندي 250 زائد 525 زائد 175 اللي هو 550، هيفضلوا ماشيين على المسار ده. يعني التوزيع اللي انا عملته في ال 25% الاولى دولي، تمام، هيفضلوا معاك وهيكملوا معاك في الايه؟ في ال 25% التانيين. هنزل تحت كده هلاقي، بص ان اللون الاحمر ده ال 550 اللي انا هسيبها فوق، ال 275 دي اللي انا هسيبها فوق، 300 اللي انا هسيبها فوق، 125 اللي انا هسيبها ايه؟ اللي انا هسيبها فوق. تمام؟ هجيب بقى الأجمنت الانتقال الجديده اللي انا لسه هسيبها فوق واحطها على الرسمه بتاعتي بدل الزمن الحر. يبقى ده 5.54%، ده 13.575، ده 4.464، ده 15، ده اشمعنى ده 15؟ لان ما كانش فيه حجم مرور مشي عليه في المرحله الاولى، فلسه زي ما هو بالزمن الحر بتاعه. تمام؟ ده 4.3%. تمام كده؟ بقى عندي الزمن بتاعي. ابدأ بقى اخصص الرحلات بتاعتي بناء على الازمنه دي. طب اخصصها بطريقه ايه؟ قال لي برضه بطريقه الكل او لا شيء، لا بناء على اقل زمن عندي. تمام؟ همسك من 1 ل 2 اللي هي 250. 250 انهي مسار اقل؟ هل من 1 ل 2 مباشره؟ ده 13.575. من 1 ل 3 15 زائد 4، لا 19 كتير. من 1 ل 3 15 و4 و5 برضه هيكون لها رقم كده، هتلاقي اقل رقم اللي هو 13575. يبقى ال 250 دول هيتحطوا ايه؟ هيتحطوا هنا. طيب بعد كده من 1 ل 3 اللي هو 125، من 1 ل 3 عندي كام مسار؟ من 1 ل 3 مباشرة 15 دقيقة، أو من 1 ل 2 13 زائد 4 هيبقى 17 أو 18 وشوية. تمام. والمسار التاني هيكون برضه كبير، فأقل مسار عندي هيكون كام؟ من 1 ل 3 مباشرة. خلي بالك هنا ايه؟ هنا الحجم اختلف أهو عشان الأزمنة بتاعتي اختلفت. هيديني أنا كام؟ ال 125 دي هحطها هنا بالشكل ده كده. تمام. طيب من 1 ل 4 اللي هي ال 175. ال 175 دولي من 1 ل 4 لو مشيت كده، من 1 ل 3 15، من 3 ل 4 4 يبقى كام؟ 19. طيب لو مشيت كده من 1 ل 13 و575 وده 5.54 هيدينا برضه في حدود 19 وشوية، بس هتلاقي الرقم ده أقل. يبقى 175 هتمشي من 1 ل 3 ثم من 3 ل 4، حط أنا 175 ثم هنا 175 وأكمل باقي التوزيع. فبصيت أنا لقيت أنا التوزيع الأحمر ده، ده التوزيع اللي أنا كنت موزعه فوق، هيفضل معاك ثابت. اشمعنى ثابت؟ من أنا بوزع تدريج، ده بتاع 25% اللي فوق. والزمن الأخضر الجديد ده
ده الأزمنة اللي بناء على كام؟ على 25% الجداد، تمام كده؟ بعد كده اعمل ايه؟ قال لك هتحسب زمن الانتقال من تاني. مش معنى هتحسب زمن الانتقال من تاني لان يعني بقى عندي هنا ايه، عندي زمنين 550 حجم مرور اللي هو 550 زائد 250، تمام كده؟ وهكذا. فقول له التي هتساوي التي نوت زائد الفوليوم على الكباستور ستار 4. التي واحد بتاعت الوصله رقم واحد هتساوي ال10 اللي هو الزمن الحر اللي هو ثابت ادالك في اول مساله، زائد الفوليوم اللي هو ايه مجموع الحجم بتاعي اللي هو 550 زائد ال 250 800 على الكباستي بتاعتي اللي هي 400 اس 4 هتديك كام؟ هيديني الزمن بتاعي 26 دقيقة. وبالتالي اطبق الباقي عليها. خلي بالك ان الفوليوم بتاع ده مجموع الاثنين. كده طلعت زمن الانتقال الجديد. الخطوة رقم 3 اللي هي 25% الرقم 3، هعمل الرسمة من تاني بالشكل ده كده، احط عليها الازمنه الجديده، تمام، واحط عليها احجام المرور القديمه اللي هي باللون الاحمر اللي هي 800 425 425 425 وهكذا، تمام. 25% تاني اضرب في المصفوفه بتاعتي اطلع 25% من المصفوفه اللي هي 250 125 175 وهكذا. اوزع برضه بطريقه الكل او لا شيء بناء على المسار اللي هيديني اقل زمن، الزمن اللي هو الزمن الجديد اللي انا لسه كاتبه ده، تمام. وزعت لده هنا 250 اللي هو باللون الاخضر، 150 125 175 125 وهكذا. احسب ايه بقى؟ احسب زمن الانتقال من تاني لان في هنا حجم مرور زاد عندي. بعد ما احسب زمن الانتقال تي هتساوي تي نقطة اللي هي 10 زائد 1050 اللي هو 800 زائد 250 على ال 400 الكباستي بتاعتي اللي هو مديني في المساله اس 4 دي 57 و48 مينت، تمام تمام كده. حسبت للوصله رقم 1 للوصله رقم 2 للوصله رقم 3 للوصله رقم 4 للوصله رقم 5، ده كده ايه التخصيص رقم 3. باقي 25% احنا لازم نكملهم 100%. التخصيص رقم 4 هرسم الرسمه من جديد واحط عليها الازمنه الجديده ده لسه مطلعها بتاعت كل وصله، تمام كده، واحط عليها حجم المرور الجديد الحجم المرور القديم اللي انا كنت حاسبه فوق اللي هو مجموع الاثنين، هيكون هنا 1050 هنا 575 550 725 600، تمام. ابدا اوزع 25% تاني اضربها في المصفوفه كذلك واطلع حجم المرور بناء على 25% تاني هيديني المصفوفه دي، تمام. خلي بالك المصفوفه هي هي اللي فوق عشان دي 25% ثابته، لكن لو النسب مختلفه الارقام دي هتختلف، تمام. اوزع بناء على الازمنه الجديده دي بطريقه الكل او لا شيء اللي هو ليه اللي هختار المسار اللي هيديني اقل زمن، تمام. بعد ما وزعتها لقيت الاحجام مرور اللي هي باللون الاخضر بالشكل ده كده، تمام. بعد كده عاوز احسب زمن الانتقال، احسب زمن الانتقال بناء على احجام المرور الجديده، تمام. ده لو طلبوا مني، لكن هي عندي هنا في المساله انا كده حصلت على توزيع احجام المرور او توزيع عدد الرحلات بناء على الاربع تخصيصات اللي هو 25% في كل تخصيص، تمام. هكون عندي الشكل اللي النهائي بالشكل التالي 150 725 1150 1025 ثم 675. خلي بالك هنا طلع عندي 250، ليه؟ لان هنا من اتنين عشان اعمل المرحله اللي هي من واحد لاثنين، طلع عندي عشان اعمل من واحد لاثنين دي كده 57 و48 دقيقه، تمام. ولو عملت من هنا كده من واحد لثلاثة ثم من ثلاثة لاثنين ده 17 وده 30 هيديني 47 وكسر، تمام. فال 250 هيمشوا على الطريق ده كده عشان الناس تقول لي 250 دي بتوع ايه. ده كده بالنسبة للتوزيع رقم 4. وبعد كده احسب التوتال زي ما احنا قلنا، ويكون عندي التوزيع بالشكل الاتي، ده الفاينل، ده التوزيع الفاينل او التوزيع النهائي بتاعي بالشكل ايه، بالشكل الاتي بعد ما وزعت الاربع تخصيصات. طبعا زي ما قلنا النسب دي مش شرط تيجي 25% على حسب النسب هتدارك في المسألة. ده كده الطريقة رقم 3. الثلاث طرق دول مهمين جدا، يمكن عشان تفهم اول حاجه افهم طريقه الكل او لا شيء، لان الطرق الباقيه مترتبه على الطريقه دي.
في الامتحان بنسبة كبيرة هيجيلك طريقة التخصيص التدريجي أو طريقة تقييد الساعة. ليه؟ لأنها بتشمل الطريقة بتاعتها زائد طريقة الكل أو لا شيء. تمام؟ فالمهمات دول أو الطريقتين اللي أخبار دول دي مهمين جدا، هي طريقة تقييد الساعة وطريقة التخصيص التدريجي، وبنسبة كبيرة هيجي مسألة منهم في الامتحان.